زوجك عليا. أكيد مقصودش أي حاجة عملتها. لو إيه اللي أنت عملته؟ أي حاجة. معلش أسمع كلمة أي حاجة دي. عايز أسمع عملت إيه وجاي تتأسف عليها. إن زقيت يدك. وقفت قصادك. زقيت يدي ووقفت قصادي. زين إنك عارف. أسألك سؤال وترد عليه من غير كده. حسك أبوي طبعاً. ماليش أب غيرك. هو ده السؤال. صح. أيوه صح. وزجتك ليدي ووقفتك قصادي خلتني أحس إنك جبته لأ. وقلت لأخوك سليم إنك أول مرة تحسسني إني شو صمك. أنا اللي لوم عليك يا أبوي إنك تحس كده. حصل أي حاجة بينك وبين سليم تحس كده هتشوف إنه مش حسك أبوه. ما تقلبش الآية. ما تحاولش تهرب من غلط بغلط جديد. خليك راجل. واجه وقول أنا غلط. أنا بديت كلامي إني آسف. أنا قلت إني غلطان يا أبوي. عارف يا حمزة لما تجاوزت جليلة كنت لساك عالي صغير وحبيتك حتى لما كبرت قدام عيني حبيتك أكتر حتى لما خلفت سليم ما قدرتش أمنع نفسي أن أحبك أكتر إياك تخسر الحب ده أنا وجليلة يا عالم هنروح على فين؟ هنكملوا مع بعض ولا كل حد فينا هيروح في طريق؟ بس خليك فاكر كلمتك دي انك حاسس ان ابوك اني مالكش اب غيري عشان لو جات منك انت بالذات مش هتوجع هتكسر أبوي هاي يومي ممكن تسيبك نجوم رمضان معاك على واتشت اشترك وما تخليش حاجة تفوتك